السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ مدة قرأت مقولة جميلة لابن خلدون يقول: البقاع لها أثر على الطباع. الإنسان يتأثر بالمؤثرات الخارجية، والمؤثرات قد تكون مؤثرات متعلقة بالزمن أو متعلقة بالمكان. الذي أريد أن أناقشكم فيه أو نتحدث عنه أن الإنسان عليه ما استطاع أن يراعي المخاطبين من حيث المؤثرات التي يتأثرون بها. فشئنا أم أبينا الناس يتأثرون، حتى المكان الذي يعيشون فيه يأخذون منه طابعا لهم. وأنا أذكر هنا موقف، يعني عندما جاء الشيخ وصفت في مشروع الإجازة القرآنية، يعني أذكر هذا الموقف لأني أحب أن أدلل على أي فكرة بموقف أو قصة. عندما جاء الشيخ وصفت لمشروع الإجازة القرآنية في الجامعة، كنت مع الإخوة الكرام حتى نستفيد من الشيخ وصفت. فسألني الشيخ وصفت وقال، يقول: أنت من أين؟ قلت له: أنا من منطقة الشرقية، منطقة من دمو الطائين. فبعد أن استمع طبعا للتلاوة ثم مضى في الكلام، ثم عاودني مرة أخرى ولم يكن لنا لقاء قبل ذلك، قال لي: أنت من أين؟ قلت له: أنا من الشرقية. قال: من الشرقية؟ قلت له: من شرقية عمان في ولاية دمو الطائين. فقال: لا، يقول: هذه الألفاظ لا تخرج إلا من إنسان عاش في المدينة، لأن يعني على حد تعبيره يقول بأن أهل المدن يتأثرون ويحب أن تكون ألفاظهم يعني نوع من الأناقة. هو كما قال على كل، فيقول بأن الإنسان يعني ذكر، وقلت له: بالفعل أنا منذ أن كنت صغير أنا عايش في مسقط، فلعل هذا الأمر. قال: هذا ما يفسر، لأن لا يفخم بعض الحروف التي كنت أقرأ، قال: التي يقع فيها غالبا أهل المدن. يقول: أما أهل الشرقية، يقول: أنا يعني أتوجس من هذا الكلام كونك من الشرقية، لذلك علم من مجرد الألفاظ التي تكلمت بها أو مجرد مخارج الحروف. من هنا أيها الإخوة أقول بأن الإنسان عليه قدر استطاعته أن يراعي اللغة، وهي عامل مركزي حقا في مخاطبة الناس. إذا كنت تخاطب ناس من شريحة الأكاديميين يحتاج أن تكون اللغة أكاديمية، وإذا كنت تخاطب الناس في المساجد مثلا يحتاج فيه أن تغير الأسلوب. وحقيقة أكثر المشاكل التي تحصل يعني بسبب سوء الألفاظ متعلقة باللغة التي يستعملها الداعية أو الخطيب أو المحاضر، فينبغي الإنسان أن يراعي ألفاظه. في بعض الأحيان كلمات، يعني كما يقال، المصطلحات وعاء المفاهيم. قد تكون المصطلحات في داخلها مفاهيم متعددة لدى المتلقي، يأتي المحاضر أو يأتي المتكلم أو المتحدث ويخاطب الجمهور، المفاهيم التي عند الجمهور تختلف عن المفاهيم التي هي عند المتحدث، فيسبب هنالك نوع من الإشكال. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فعلى الإنسان أن يحترز من الوقوع في هذه الإشكالية وهذا التفاوت بينه وبين الجمهور. لا أقول بأن الإنسان يركز على الكلام بعيدا عن الأفكار، لا، يجمع بين عمق الفكرة وصوابها، وكذلك يراعي الألفاظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأنا حقيقة يعني أقول دائما بعض الإخوة يعني يعارضون أساليب بعض الدعاة وبعض المشايخ وبعض العلماء. أقول يحتاج أي، إذا أردنا أن نقيم أسلوب أي عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ، أن ننظر في السياق الزماني والمكاني الذي جعله يتكلم بتلك الطريقة. أنا لا أعتذر له على كل سبب الأخطاء التي يقع فيها أي إنسان، كل إنسان يقع في الخطأ يتحمل الخطأ، والله عز وجل جعل لنا باب التوبة مفتوح في مسألة الألفاظ وغيرها، لكن هذه قضية يحتاج أن نعتني بها. فكما يقال: إن الإنسان إذا قدم على قوم فإن أول ما يقيمونه عليه المظهر، فإذا رأوا منهم في من مظهره مظهرا حسنا ولائقا قالوا: هذا إنسان الأوصاف التي يتمناها ذلكم الشخص. فإذا ما تكلم نفس المظهر وتذكروا الكلام، وإذا ما خالطوه نسوا المظهر ونسوا الكلام وتذكروا الأفعال. وشريعتنا قد راعت هذه الجوانب الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عنه أنه كان يعتني بمظهره أيما اعتنى، بل إنه كان يقول للصحابة الكرام عندما كان قادم من معركة من معارك، يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وحسنوا ثيابكم، وفي رواية: كونوا شامة بين الناس.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه والله أعلم بصحة الرواية كان يصفف لحيته على الماء على انعكاس الماء، كل هذا اهتمام بالمظهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما وجد هذا ما يفرق به شعر رأسه إلى آخره، اعتناء بالمظهر، الاعتناء كذلك بالكلام، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، قد تكون الألفاظ الكلمات العبارات الأساليب التي نستعملها تسبب إشكاليات بيننا وبين الناس. الجانب الثالث هو جانب المعاملة، الله عز وجل اختار أفضل وصف للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، وعندما أوصى معاذ عندما ذهب إلى اليمن قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، فينبغي للإنسان أن يعتني به كل هذه الجوانب. أنا نبهت فقط على قضية الألفاظ ومشكلة الألفاظ، ودائما حقيقة وأكرر هذا الأمر أكثر من مرة لأن ما تكرر تقرر، الله عز وجل ينقل لنا منهج الأنبياء في كتابه الكريم في التعامل مع المعارضين مع المخالفين الذين كفروا من قومه، أمرنا أن نختار أفضل الألفاظ، أمرنا أن نتبع منهج الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ذكر لنا في قصة نوح الملأ من قوم نوح قالوا إنك في ضلال مبين، ما قال لهم أنتم الضلال وأنتم أهل الضلال، بل قال لهم يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وبعد ذلك هو عاد قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، ما قال أنتم السفهاء وأنتم الكاذبون، وهو رسول نبي مرسل قال لهم ليس بي سفاهة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، والبقاع لها أثر على الطباع، وكل إنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، فعلينا جميعا أن نراعي الناس. وأذكر هنا كلام للشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي في معلقا على كتاب قواعد الإسلام في المقدمة، عندما استعمل الشيخ الجيطالي بعض العبارات الشديدة قال في المقدمة يقول يعني نعتذر للشيخ بمعنى كلام الأحفظ النص، وإن ساغ له ولمن عاصره أن يتكلم بهذه اللغة أو بهذه اللهجة، فإن معطيات الزمان الآن والتقارب بين الناس والمعرفة لا تسمح لنا أن نستعمل تلك اللغة، لعل الزمان الذي كان يعيش فيه الشيخ فيه نوع من الصراعات المذهبية الفكرية، لا يمكن أن نستورد هذا الخطاب هذا الأسلوب الذي استعمله الشيخ الإيطالي وكان يناسب أهل زمانه ونستعمله نحن في هذا الزمان. فعلينا قدر استطاعتنا أيها الإخوة أن ننظر في أحوال الناس ونخاطب الناس على قدر عقولهم، وينبغي للإنسان أن يعي هذا الأمر، والله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالحات الأعمال. أعتذر إليكم عن الإطالة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأنتم مقبلون على صلاة الجمعة، كل باسمه وجميل وصفه. أحييكم وأشكركم على حسن استماعكم.